السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. في حد اتصل يا جماعه بيقول انا شفت تعبان ضخم جدا. طبعا هو بيقول ان انا واقف ما اتحركتش من مكاني. تعالوا مع بعض نشوف التعبان ده فعلا موجود ولا هرب من الحج. فدعواتكم معانا ان شاء الله. طبعا يا جماعه المكان ده هو المكان اللي جبت منه اضخم كوبرا في الفيوم، قريب جدا من منطقه وادي الريان. فدعواتكم معانا ان شاء الله. مكان لعم احمد وصفه العربية تبعي هنا. هنا ودخل تحت البتاع دي ما طلعتش من هنا هو كده. ايوه هذا يا جماعه الاثر بتاعه. موجود اهي تحت. هات المسك هات المسك يا احمد. كده هيمسكوا كده ما تخافش ما تقلقش. ضخم اهو بقى بس بلاش اسهل حاجه. والله اسهل سطحه. عايز اسيبه عشان منين هتحط العصا كده ده. خلاص هات عصا كبيره. انت جريت حلو يا عم. بس بس اصبر بس زي الفل. خلاص عايز حاجة؟ الله أكبر وحش. لا لا طبعا معاك التعبان ضخمة جدا. الحمد لله ما خدتش وقت من الصيد السهل. تعبان وصر وانا واقف جاره كده لان رعب الواد مره رعب. احنا جبنا واحده من هنا جبنا يا جماعه حوالي من حوالي 50 متر كوبرا بس طبعا دي اضخم منها. Thank you.
ابراهيم طبعا الكوبرا شكلها كان في الشمس فمركزه جامد طبعا يا جماعه زي ما انا حكيتكم قبل كده في كذا فيديو ان التعابين ما بتسمعش ناس بتسال يا جماعه عن حركه الدماغ دي طبعا الحركه اللي الواحد بيعملها كده عشان الكوبرا تبدا ان هي تهاجم طبعا يا جماعه شايفين سبحان الله المنطقه يا جماعه قريبه من الجبل قريبه من المنطقه الصحراويه فعشان كده سبحان الله يا جماعه شايفين بطن الكوبرا عامله ازاي شبه الارض على طول اللي هي فيها لو لفينا طبعا الكوبرا العكس هتبقى بشكل طبيعتها بالظبط خلاص كده تبدأ بقى تظهر انها ماتت والله والله بس نقول ده طبعا لون الكوبرا مميز جدا قريب جدا من البيئة اللي هي موجودة فيها طبعا شايفين يا جماعة زي ما عودناكم يعني بالكوبرا تمام يا جماعة الناب التاني او الجنب التاني استنى عشان العصا تتكسر صور كده طبعا الحمد لله ربنا ستر على العم احمد انا قعدت يجي ساعتين قعدت يجي ساعتين لحد ما جيت له كان في طبعا كميه جحور الحمد لله هنا ما دخلتش جحر منهم والحمد لله ان ربنا ستر عليه ما لدغتوش لان هو كان بيقول ان انا كنت قريب منها جدا لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد